انطلقت آيات بفضل الله جل وعلا قبل أكثر من 14 عام، وسعت عند تأسيسها أن تكون رؤيتها تمكين قراء القرآن الكريم من خلال ثلاث مسارات: المسار الأول مسار التأصيل، والثاني مسار التمهير، والمسار الثالث مسار التوثيق. استهدفت آيات عند تأسيسها قراء القرآن الكريم لأنهم شريحة غاية في الأهمية لكبير منزلتهم وعظيم قدرهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أعظم أدوار النبي عليه الصلاة والسلام إسماع الخلق كلام الخالق كما قال الله عنه: وأن أتلو القرآن. فأسست آيات هذه المؤسسة واستهدفت هذه الشريحة لتؤصل وتمهر وتوثق لقراء القرآن الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وخلال هذه الرحلة الممتدة في عمر آيات استهدفت ولله الحمد أكثر من 1,000,000 مستفيد من خلال المنصات الرقمية والبرامج التدريبية. واليوم بفضل الله جل وعلا تنتقل آيات إلى مرحلة مستقبلية، وهي تأسيس جمعية آيات الخيرية للقرآن الكريم التابعة لوزارة الموارد البشرية، والتي إن شاء الله سيعلن عنها في القريب العاجل. وتتوالى النجاحات تلو النجاحات، ولم يكن ذلك إلا بتوفيق الله جل وعلا أولا وآخرا، فله الحمد والمنة، ثم لكل الشركاء والمحسنين والداعمين والرعاة ومن وقف مع آيات بفكرة أو رأي أو دعم أو عزيمة، فلهم منا جميعا جزيل الشكر والعرفان، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد.